أرسل الكرة مباشرة ركنيان لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. حكام يطلب إعادة التنفيذ في هذه اللحظات. عبد الكبير الوادي يصعد للتنفيذ، مرفوع الكرة على القائمة الأول، خطير، الدفاع يتدخل، تمشي لخضرو في هذه اللحظات. نعم، الرجاء ينتفض في هذه الأثناء حتى بعشرة لاعبين، والأقرب للتعديل زويرو. مشاهدينا الكرام، واسير يا تعمر مدرجات، اسير يا في الكرة السود، الاخضر يعود، الاخضر يعدل، الاخضر بعشرة لاعبين. قلت ومشاهدينا الكرام، لا يسمع الاخضر، الرجاء لا يعرف المستحيل، الرجاء مستحيل، الرجاء بعشرة لاعبين. يزور شباكك يا سوير يا العربي، اعطينا الصورة، اعطينا الصورة، اعطينا اللقطة. نعم، هذه الكرة الماضية، هذه الراسية، هذه الراسية. شوف الإعادة، متعود الرجاء على الأهداف في اللحظات الأخيرة، في 88، في 88، في 88. التاريخ يعيد نفسه، ما قصة الدقيقة 88 وما قصة أهداف بنون في الدقيقة 88. شوف 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 الإعادة، الشاكير يرفعها وعلى المقاس يا بنون. ما قصتك يا بنون مع الدقيقة 88؟ ما قصتك مع الراسيات في الدقيقة 88؟ ها هو يفعل مرة أخرى، ها هو يلدغ